назначение Анхель Невада и Мигель Мартинес. Его помощники Неймар. Удар 1-0! 1-0 на 4-й минуте! Забивает Неймар, и это его... حلوة وخطيرة جول الله ميسي يقول شلون ضيعته ميسي يجيب الأصعب لكن يا سلام عندما يتألق الكبار الهجوم يتواصل لمصلحة مارسيلو حولها كريستيانو لو تسألني بصراحة أقول لك بيجيب الهدف الأول أعتقد مرمى برامو راح الآن يتلقى الهدف الأول كريستيانو يتقدم جول للملكي كريستيانو بيكي وبالتالي كريستيانو قوية في مرمى كلاوديو برافو يأتي أخيرا كلاوديو برافو كأول لاعب يزور مرمى فريق برشلونة بعد أن صمد برشلونة كم ثمان مباريات وأربعة وثلاثين دقيقة لم يتلقى مرمى cara de Luis Enrique cuando Neymar intentó a Lambertina, ¿eh? Sayuma.